أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من مراسلونا حول العالم، البرنامج الذي نقدمه لكم بالتعاون مع شركائنا الدوليين. نبدأ اليوم برحلة تعود بنا إلى الماضي. ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية في القرن 19 كانت منطقة تعدين نائية، جاءها العديد من المهاجرين من جنوب آسيا والشرق الأوسط وجلبوا معهم عاداتهم وثقافاتهم. هناك منذ أكثر من 50 عاماً تم اكتشاف كتاباً غامضاً مكتوباً بلغة غير معروفة، فاحتفظ به السكان ضمن التراث. لكن هذا الكتاب أثار العديد من الأسئلة بين المؤرخين الذين بحثوا عن أصله. المزيد عن لغز هذا الكتاب في تقرير بيل كود مراسل قناة SBS الأسترالية. يعرف بوبي شامروز تماما تلك المنطقة من مدينة التعدين الكبيرة بروكن هيل غرب ولاية نيو ساوث ويلز. هنا كانت حظائر الجمال. في أواخر القرن 19 استوطن هنا في بروكن هيل الأشخاص القادمون من جنوب آسيا مع مواشيهم الثمينة. جد بوبي كان آخر إمام في هذا المسجد. لا زلت أتذكرهم حتى الآن كيف تجمع العشرات منهم هنا. لقد بذلوا جهودا كثيرة لتطوير البلاد وفتح المناطق النائية، فمن غيرهم قام بإنشاء نظام البريد وبناء المحلات التجارية. تم توثيق مخلفاتهم جيدا، وفي ستينات القرن الماضي تم اكتشاف هذا الكتاب المكتوب بلغة غريبة في المسجد ومسمى بتسمية مزيفة على أنه قرآن. سمي باللغة الإنجليزية القرآن الكريم، وكنت متأكدة مما قرأت، ولكن الكتابة كانت باللغة البنغالية. اعتقد الجميع أنه قرآن، وهي من أعلمتنا أن التسمية خاطئة، فهي الوحيدة التي بإمكانها قراءة الكتاب. وهذا الكتاب ملك الجمعية التاريخية في بروكن هيل، وهو موجود في معبد يهودي مرمم، ولكن كل الذين بإمكانهم فك شفرته من القرن 19 ماتوا. هنا على حدود مقبرة بروكن هيل والتي تحدها الصحراء الموجودة خلفي يوجد مقابر لبعض المسلمين الذين استوطنوا هنا، وهم من أفغانستان وباكستان، ولا يوجد أي دليل يثبت وجود أشخاص من بنغلاديش. تناولت سامية في أطروحة الدكتوراه سر أصل الكتاب. لا يوجد راكب إبل في بنغلاديش، فهناك العديد من الأنهار، إذ لا يعرف البنغاليون شكل الإبل، فهم لم يرونها بحياتهم. لا معنى لذلك، لماذا يستوطن البنغاليون هنا؟ هناك آثار اكتشفتها المؤرخة تشير إلى وجود مجتمع بنغالي كامل هنا منسي حتى اليوم. هو كتاب أشعار، ففي ذلك الوقت كان السكان يجتمعون وكان معظمهم من الأميين، والشخص الذي كان بإمكانه القراءة يجلس في المقدمة ويلقي القصائد. كغيرهم من المهاجرين قدموا من جنوب آسيا إلى أستراليا وجلبوا معهم قطعا أثرية من ثقافتهم. التين مذاقه جيد. لم يبقى سوى بضع أجزاء من هذا اللغز وفاكهتهم المفضلة وأشعارهم الخاصة. وفي السنة القادمة ستنشر المؤرخة سامية رسالة الدكتوراه في كتاب. ننتقل الآن إلى القارة الأفريقية، حيث الطبيعة الفريدة والخلابة، طبيعة أصبحت مهددة لأسباب عديدة. فعدد السكان هناك في ازدياد مستمر، والمناطق الطبيعية تحولت إلى حقول زراعية والأشجار إلى وقود. في التقرير التالي نتعرف على فكرة بسيطة لكنها فعالة في نفس الوقت لحماية الحياة البرية، وهو مشروع يعتمد على العمل مع السكان المحليين من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية دون إلحاق ضرر بالبيئة. المزيد في تقرير مراسلنا يورغن شنايدر. مضيق كاسيغاو شرق كينيا محاط بغابة مترامية الأطراف. يصعب مراقبة المنطقة دون الاستعانة بالطائرات بعد أن أصبحت محمية طبيعية، وقد بدأت تعود إليها الحيوانات البرية التي يطاردها الصيادون خلسة. تنطلق يومياً المروحيات التي تقل فرق حماية الحيوانات البرية بهدف القضاء على ظاهرة القرصنة هذه. I'm going to give you the GPS coordinates.
كثيراً ما يصلون بعد فوات الأوان. وها قد عثر الطيار على فيل مقتول، فأخذ الرجال إلى مكان، وهي الجثة 30 التي يعثرون عليها هذه السنة، ويستخدم الصيادون سماً يقتلوا ببطء. استخدم الصيادون نبلاً مسموماً فأصاب الحيوان في مكان، لكنه لم يمت في الحين، هكذا وصل إلى هنا، ويصعب عادة العثور على الحيوانات المقتولة. يشرف روب داتسون على مشروع حماية حيوانات مضيق غاسيكاو الذي أسسه قبل 20 سنة. لقد ازداد الطلب على العاج هذه السنة ازدياداً كبيراً، وخاصة في الصين، فارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من 10 دولارات إلى أكثر من 100 دولار. ويتمثل التحدي الأكبر في إقناع الأهالي بالاستثمار في مشروع حماية الحيوانات. أصبحت جمعية Wildlife Works تبيع منذ بداية السنة شهادات ثاني أكسيد الكربون المعمول بها في سياسة الحد من انبعاث الغازات الدافئة. من كان يتصور هذا قبل 20 سنة؟ فقد كان المضيق عبارة عن مزرعة كبيرة لتربية الأبقار، وها قد تغير الحال وبدأت الغابة تستعيد عافيتها. الفضل يعود إلى روب داتسون الذي بلور فكرة المحمية الطبيعية وطبقها خطوة خطوة، فتغرس الجمعية سنوياً 50,000 شجرة خاصة في الأماكن المهددة بالتلف. تبلغ مساحة المحمية 200,000 هكتار، وتقطن في محيطها نحو 100,000 نسمة. يبلغ سعر بيع شهادات الغازات الدفيئة حالياً 6 دولارات على كل طن، هكذا نكسب نحو 7.5 مليون دولار لمصلحة مشروعنا. بوسع هذه الجمعية أن تساهم في هذه السوق 30 سنة أخرى لا أكثر. يذهب ثلث عائدات هذه الصفقة المربحة إلى الأحياء المجاورة. سقطت الأمطار بغزارة بعد جفاف دام سنتين، فعاد الفلاحون إلى زراعة حقولهم. تقلصت معارضة الأهالي للمشروع منذ أن استوعبوا مدى أهمية حماية البيئة وفوائدها. إنهم أناس يفتقرون إلى المال ومحرومون حتى من الماء، ونادراً ما تكون الأحواض مليئة بالمياه. لم يتمكن معظم السكان من تجاوز محنة الماء إلا بفضل دعم الحكومة. حصتنا من المشروع 35,000 يورو، نستثمر 80% منها في حل مشكلة المياه، ومعظمنا بحاجة إلى الماء الذي يتجمع في الأحواض الصخرية. شح المطر يعني شحا في المياه، إذا هطلت الأمطار فيتعين قطع الطريق الشاق للوصول إلى الأحواض. النقص في مواد الطاقة يجعل الأهالي يلجؤون إلى المحمية الطبيعية. الفحم النباتي أيضاً بضاعة نادرة هنا، فيلجأ السكان إلى المحمية ليتخذوا من شجرها حطباً وفحماً، فيتوغلون في الغابة بحثاً عن ضالتهم وبعيداً عن الأعين. عندما يكتشف حماة المحمية معدات الفحم يحطمونها فوراً. ها أنا أبدد كما ترى عدة الفحم التي عثرنا عليها اليوم. لقد أقيمت بشكل غير شرعي، وتفكيكها يبدد آمال المعتدين فلا يعيدون الكرة في المرة المقبلة. هذا لا يكفي للحيلولة دون المعتدين، إذ سيبحثون لهم حتماً عن مكان آخر. لذا تقرر استثمار قسط من عائدات المشروع في صناعة الفحم بطريقة مستدامة، فتحرق الأغصان وحدها حتى لا تتضرر الشجرة. هيأ الفريق جهازاً بسيطاً لصنع قوالب الفحم، فسارع الأهالي إلى تقليد هذه الطريقة وانتشرت بسرعة.
فكرنا في توفير دخل للسكان فبدأنا بالإنتاج، وهذا نموذج مما ينتجه مشروع وايلد لايف ووركس، وقريبا ستتولى النساء مهمة الخياطة لصالح شركة ألمانية متخصصة في صنع ملابس الرياضة. فلولا مشروع حماية البيئة لما تحقق هذا الإنجاز. عاش السكان في هذه المنطقة ومحيطها من الصيد والفحم المسروق. المشروع الحالي فتح أمامنا آفاقاً جديدة في مجال الصناعة والسياحة البيئية، وهي بدائل تساعد على مقاومة البطالة والفقر. هذه البدائل ضرورية إذا أردنا تلبية حاجيات النمو السكاني المتسارع. هناك حل واحد للحفاظ على الغابة في أسفل جبل كاسيكاو إذا ما أراد الناس الاستفادة منها وعدم فقدانها. يقال إن كل إنسان بداخله فنان يبحث عن بيئة مناسبة تلهمه وتطور قدراته. هذا ما ينطبق على امرأة من جنوب لبنان سنتعرف عليها في التقرير التالي لقناة العربية. هذه المرأة ذات 57 عاما هي أم ترعى أسرتها وفلاحة تعمل في الأرض وأيضا رسامة. ورغم الفقر والظروف الصعبة التي تعيشها إلا أنها أخذت الرسم كوسيلة للاسترخاء والتعبير عن أفكارها ومشاعرها، واشتهرت برسوماتها التي تعكس التراث القديم والحياة اليومية لسكان المنطقة، وقد لاقت رسوماتها استحساناً من محبي الفن. تفوقت على نفسها وعلى قساوة الحياة سعياً لتأمين قوت عائلتها المؤلفة من 8 أشخاص. هذه السيدة التي اسمها حمدة يحيى تعمل في الزراعة منذ 20 عاما، وكان عليها أن تتناغم مع الحياة لتتفوق في مهنة أخرى هي مهنة الرسم والعبث مع الألوان، والتي مارستها كهواية هربا من تعب الحياة وهمومها كما تقول. بحب أني أرسم لحتى أرتاح من هموم كثيرة هربانة منها، أني عرفت لأن الرسم زاوية بتريحني من الهموم. يعني هلأ بتمنى أكمش الريشة وأقعد، بس عندي هم عيال أولادي وأولاد أولادي ومسؤوليات كتيرة وبرا وجوا، والحياة ما بعرف صارت مضغوطة زيادة عن اللزوم. يعني يمكن لو بصح لي فرصة ولنه يوم فراغ ليرتاح بالي وأقعد نفس وارتاح لي نطفي مع لوحة ومع الألوان بتمنى. هواية الرسم بدأت مع هذه السيدة اللبنانية منذ الصغر، إلا أن مصاعب الحياة حرمتها من دراسة تقنيات الرسم، فلجأت إلى ترجمة خيالها بطريقة عفوية لاقت استحسانا من أهل قريتها، إلى أن وصلت شهرتها إلى المدن الكبرى لا سيما في جنوب لبنان، فعكست من خلال لوحاتها قصة التراث القديم وأدواته. هذه جاروشة بتعز علي كتير من أيام مرت عمي، وعندي أمي في وحدة، عندي القديمين كلن الختايرة، منحب نحافظ على التراث لأنه إذا بتجرش نتفة السمد عليها لو بتشوف ما أطيب والنتفة الكشك لا في مكان تحرقون وتروح لهم طعمتهم ولا شيء، يعني الكهرباء والحماوة هذا بتطحن على البارد. حمدة التي ذاع صيتها بشكل لافت شاركت في معارض عدة سيما في مدينة صيدا، اقتنى الكثيرون لوحاتها على سبيل الهواية ما أعطاها مردودا ماليا مقبولا رغم معارضة الزوج في البداية وعدم قناعته بإمكانية نجاحها. صراحة بالأول كانت مسخرني، يعني اللي قومش ودك بهاللاعب، وكنت من التعتر والفقر حلل الألوان بكيز. كان عندنا سراج ونستعمل بابور وسراج، حط بالفنجان أنا وحلل الألوان. يعني بيزعل إذا بحكي أنا عنه هيك صراحة، يعني هي بتضايق ريحة الكيز. هلأ صار يجيب لي أحلى زيت التيربانتين اللي بريحة الصنوبر اللي ما بضايقني، أنا عندي حساسية كمان، وأحلى زيت وحتى التنر مع هذا شو اسمه زيت النفط ما عادش استعمله لأن ريحته بتضايقني، صرت جيب زيت خاص إني نظف الفراشة فيها. لوحات حمدة تحاكي بمعظمها الطبيعة والتراث اللبناني، وهي وإن افتقدت إلى تقنيات الرسم واختيار الألوان والتي بدت قاسية بمعظمها، إلا أنها نجحت في لفت الأنظار فازداد الطلب على شرائها.
هذه الفلاحة اللبنانية التي لا تجد وقتا لممارسة هواية الرسم في فصل الصيف لانشغالها في زراعة الأرض التي تحتاج إلى الجهد والوقت، فهي تنتظر فصل الشتاء لإخراج ما بداخلها من رغبة في الرسم. بالشتاء أكثر شيء، وهلأ من شيء يعني قبل ما نبلش بالزراعة، حتى كنا عم نزرع دخان ورسمت كم لوحة. إيه بس بالشتاء ليش بترسمي أكثر؟ لأنه بالشتاء يعني ما فيش أشغال برا، ما في يعني جسمه شو، أنا كبرت صار عمري 57 سنة، يعني جسمي ما عادش مثل الأول لما كنت صبية أبقى أسهر كل الليل، أبقى أسهر بالليل، يعني ما كانش جسمي هالقد تعبان، يعني كان يتحمل جسمي. أما هلأ النظر خاف، ما عادش في يقشع بالليل الألوان. العمل في الزراعة والرسم أمران قد لا يجتمعان في شخص واحد، لكن حمدة نجحت في جمعهما لتشكل علامة فارقة في قدرة الإنسان على ترجمة أفكاره وهواياته رغم قساوة الحياة بأحيان كثيرة. من قرية عتشيت في جنوب لبنان، عدنان غملوش، العربية. كيف يمكن إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لهم للعيش الكريم؟ مسألة لا تزال عالقة في العديد من المجتمعات. فمثلا في مولدوفا يتم وضع الأطفال المعاقين في ملاجئ كبيرة، وبذلك يتم إبعادهم عن المجتمع وممارسة الحياة الطبيعية. في التقرير التالي للأمم المتحدة نتعرف على مبادرة قام بها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى جانب منظمة اليونيسف، تسعى لتحسين ظروف هؤلاء الأطفال ووضعهم في بيئة طبيعية. منذ أن كان رضيعا يعيش ميخائيل سكوتاري بعد أن تخلى عنه أهله في ملجأ للمعاقين عقليا في العاصمة المولدوفية كيشيناو، لأكثر من 20 عاماً يعيش هنا مع أصدقائه إلى أن تغير نمط حياته المعتاد بالكامل قبل 3 أشهر. فهو يعيش حالياً لدى عائلة في قرية تيريسيتاي ويتعلم منهم أساسيات الحياة اليومية العادية كتربية الدجاج مثلاً. إذ تبنت رعايته مؤخراً عائلة تملك حقلاً مؤلفة من أب وأم وطفلين، وتشارك في برنامج جديد يسعى لدمج الأطفال المعاقين في عائلات مربية. كان الأمر حزيناً. لقد ناقشنا الأمر مع أطفالنا وقررنا استضافة ميخائيل لمدة عام كامل ليتمكن من المشاركة في الحياة العادية. في إحدى زياراته للملجأ استقبله أصدقاؤه كبطل، إذ أغرقوه بأسئلتهم عن العالم الخارجي، فالأشياء البسيطة تثير اهتمامهم بسبب قلة خبرتهم في الحياة وعدم قدرتهم على القراءة والكتابة. هل التقيت بعروسة؟ هل تعلمت القراءة والطهي؟ أرهي بيت الشباب هو واحد من بين الملاجئ المماثلة في مولدوفيا. عزل الأطفال عن العالم الخارجي مأساة بالنسبة للأطفال حسب ما ترى سانيا سارانوفيتش. في مولدوفيا يعيش الأطفال المعاقون في عالم مغلق، فغالباً ما يتم إخفاؤهم في ملاجئ بدون أن تتاح لهم إمكانية التعلم والتحفيز وإعادة التأهيل. 80% من الأطفال الموجودين في ملاجئ كهذه ليسوا يتامى فحسب، بل هم أطفال معاقون أو غير شرعيين حسب ما يرى النائب وزير الحماية الاجتماعية. لسوء الحظ لا زال نظام دور الرعاية موجوداً، وهو من مخلفات الحقبة السوفيتية، فالحل الوحيد آنذاك للتخلص من الأطفال المتعبين أو البالغين الذين لديهم مشاكل أو انحرفوا عن الطريق الطبيعي هو إخفاؤهم في الملجأ. يدعو مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف إلى إنشاء برامج لدمج المعاقين في المجتمعات المحلية. نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحث الحكومة المولدوفية على تحديث سياستها تجاه المعاقين. المفوضية تقوم بالبحث عن بدائل تتعلق بتلك الحالات، فالطابع المؤسساتي ليس هو الحل دوما.
وتؤيد الأمم المتحدة إغلاق ملاجئ الأطفال تحت سن الثالثة بهدف إدماج المعاقين في المجتمع. يكمن التحدي الأكبر في دفع البلد بأكمله لإعادة التفكير، وبوجود عائلات مربية تتزايد الآمال بالنسبة للأطفال في إمكانية مشاركتهم بالحياة اليومية كأعضاء طبيعيين في المجتمع كالشاب ميخائيل. ننهي الحلقة اليوم برحلة عجيبة وفريدة من نوعها مع فراشة المونارش. هذه الفراشة المتميزة بلونها البرتقالي الأسود تهاجر في فصل الخريف من شمال أمريكا هرباً من البرد القارس إلى وسط المكسيك، وتقوم ملايين الفراشات من فراشة المونارش بقطع 4000 كيلومتراً سنوياً. ويبقى السؤال الذي حير الكثير من العلماء هو كيف تستطيع فراشة المونارش أن تجد طريقها إلى تلك الغابة الصغيرة في المكسيك دون أن تتوه أو تنحرف عن مسارها؟ المزيد عن هجرة فراشة المونارش في تقرير لقناة الإذاعة والتلفزيون سيستيما ميتشوكانو. تبدأ الرحلة الطويلة لهذا المخلوق الرائع بالاستعداد لواحدة من الإنجازات الطبيعية المدهشة. بطل هذه الرحلة هو فراشة مونارش الملكة الباهرة. هذه الفراشة الفريدة تختلف عن بقية فراشات المونارش الأخرى، فهي تنتمي إلى الجيل الرابع من فراشات المونارش، وهو ما يعطيها ميزة خاصة. الغريزة الطبيعية لهذه الفراشات تحثها على عدم التزاوج والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الطاقة وتناول كميات كبيرة من الرحيق حتى تستطيع العيش أكثر بأربع مرات من الفراشات الأخرى. هكذا تستعد لأطول وأكبر رحلة للحشرات على وجه الأرض. ويجتمع حوالي 5 ملايين فراشة مونارش في السماء لتحلق بعيداً من شمال الولايات المتحدة وكندا، ثم تطير لمسافة تقدر بحوالي 4000 كيلومتر في اتجاه الغابات المطيرة المعتدلة في ميتشوكان وسط المكسيك. تفر من الشتاء القارس كما فعل أسلافها في السنوات السابقة. المجالات التي تستقر فيها هذه الحشرات الباهرة في ولاية ميتشوكان في المكسيك تعتبر محمية طبيعية، ومن أجل الوصول إليها يجب تسلق الجبل لمسافة كيلومترين، وإذا لم تكن الظروف ملائمة يمكن قطع هذه المسافة على ظهور الخيل. واحدة فقط من كل 5 فراشات تتمكن من اجتياز هذه الرحلة الشاقة، ولكن كثرتها تجعل الملايين منها تصل إلى الهدف، وهو ما يضمن بقاء واستمرار هذا النوع الفريد من الفراشات. ولذلك تبقى الذكور في هذه الغابة وتموت فيها أيضا، بينما تعود الإناث إلى شمال الولايات المتحدة وكندا من أجل إعطاء الحياة للجيل القادم من فراشات المونارش. ويبقى اللغز الكبير هو كيف يستطيع هذا المخلوق الصغير والهش قطع هذه الرحلة الطويلة وأن يعرف بالضبط إلى أين يتجه، على الرغم من أنه لم يكن هناك من قبل. كيف تعرف هذه الفراشة أنها في مأمن في هذا المكان قبل حلول فصل الشتاء؟ هذه الرحلة لا تزال تشكل لغزا كبيرا، ولكن الطبيعة لها بلا شك حكمة فريدة وغامضة.
إذن بهذه الرحلة الغريبة والعجيبة لفراشة مونارش ننهي حلقة اليوم من مراسلونا حول العالم. انتظرونا الأسبوع المقبل مع تقارير متنوعة من دول مختلفة. يمكنكم التواصل معنا على العنوان التالي tv-arabic@dw.de. أما الآن فأترككم مع هذه الصور. إلى اللقاء.